السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني. اليوم سنقوم بأخذ الدرس الثاني من الوحدة الثامنة يونت 8 من الكتاب الملون، ولكن قبل البدء بالدرس يجب علينا مراجعة معاني الكلمات التي تم أخذها. فلنبدأ. بينز فاصوليا، كوكونات جوز الهند، جريبس عنب، ليمون ليمون، بيز بازيلا، بيبر فلفل، بوتيتو بطاطا، واترميلون بطيخ، هاو كيف، فود طعام، جرو ينمو أو يزرع، فروتس فواكه، فيجيتابل خضار. وأتمنى بأن قمتم بحفظهم جيدا في المنزل، ويجب عليكم أيضا ترديدها أكثر من مرة. والآن open your box page number 98، والآن افتح كتابك الملون صفحة 98. listen to we have 4 pictures، لدينا 4 صور. سنقوم بقراءة الدرس كاملا ثم سنقوم بشرح كل فقرة على حدة. فلنبدأ. listen and read. what food has the farmer got؟ Picture number one. Would you like a watermelon? Yes, please. I'd like some lemons too. Okay, here you are. Picture number two. Would you like some beans? No, thanks. But I'd like some peas. I'd like a grape too. A grape? One grape? Yes, please. Okay. Here you are. Are you hungry? Would you like a grape? Tweet. والآن سأقوم بقراءة الفقرة الأولى ثم سأقوم بشرحها. استمع جيدا وحاول أيضا أن تركز على الكلمات الذي يصعب عليك لفظها. فلنبدأ. Picture number one. Would you like a watermelon? Yes, please. I'd like some lemons too. Okay, here you are. سأقوم بقراءتها مرة أخرى. Would you like a watermelon? Yes, please. I'd like some lemons too. Okay, here you are. والآن سأقوم بقراءتها مع الشرح. استمع جيدا. Would you like a watermelon? هل تريد البطيخ؟ Yes, please. نعم من فضلك. I'd like some lemons too. وأريد بعض الليمون. Okay, here you are. تفضلي. إذن Would you like a watermelon؟ هل تريدين البطيخ؟ Yes, please. I'd like some lemons too. وأريد بعض الليمون. Okay, here you are. تفضلي. والآن سوف ننتقل إلى الصورة الثانية. Picture number two. Would you like some beans? No, thanks. But I'd like some peas. I'd like a grape too. A grape? One grape? سأقوم بقراءتها مرة أخرى ثم سأقوم بشرحها. Would you like some beans؟ هل ترغب أو هل تود ببعض الفاصوليا؟ No, thanks. لا شكراً. But I'd like some peas. ولكن أريد بعض البازيلا. I'd like a grape too.
وأريد حبة عنب واحدة. A grape. حبة واحدة. One grape. إذن سأقوم بقراءتها مرة أخرى، وحاول أيضا أن تركز على الكلمات التي يصعب عليك لفظها. Would you like some beans؟ هل تريد بعض الفاصوليا؟ No thanks. لا شكرا. But I'd like some peas. ولكن أريد بعض البازل. لا. I'd like a grape too. وأريد حبة عنب واحدة. A grape حبة واحدة. One grape. والآن سوف ننتقل إلى الصورة الثالثة. Picture number three. Yes please. نعم من فضلك. Okay. Here you are. تفضل. Yes, please. نعم من فضلك. Okay, here you are. تفضل. والآن سوف نذهب إلى الصورة الرابعة. Picture number four. Are you hungry? Would you like a grape? Tweet. سأقوم بقراءتها مرة أخرى ثم سأقوم بشرحها. Are you hungry? هل أنت جائع؟ Would you like a grape? هل تريد العنب؟ Tweet. هنا tweet معناها صوت العصفور الصغير، وهنا تعني سقسقة. إذن Are you hungry? هل أنت جائع؟ Would you like a grape? هل تريد العنب؟ Tweet. حاول أن تقرأ الدرس مع ماما في المنزل وأن تكرر الكلمات الذي يصعب عليك لفظها. والآن سوف نذهب إلى التمرين الثاني. Exercise number two. Listen again. Who chooses these things? Write E. Eva, O. Owen, or N. Nobody. سنقوم بكتابة الحرف الذي يدل على الشخص تحت الصورة، أي سنقوم بكتابة الحرف الذي يدل على الشخص الذي اختار هذه الصورة. فلنبدأ. إي إيفا أو أو أوين أو حرف الآن nobody، أي لا أحد. فلنبدأ. Picture number two. Beans. من الذي اختار الفاصوليا؟ Excellent. Nobody. لا أحد. Number three. من الذي اختار الليمون؟ Bravo. Eva. إذن number two N I nobody. Number three E Eva. The last one. من الذي اختار البازيلا؟ Bees. Excellent. Owen. Owen. إذن number two N nobody. Number three E Eva. Number four, O, Owen. والآن سنقوم بكتابة المعاني التي تم أخذها في الدرس على دفتر المعاني. لذلك قم بكتابة اليوم والتاريخ والعنوان على دفتر المعاني، وقم أيضا بتسطير الدفتر من الوسط، ثم قم بكتابة الكلمات كما أنا قمت بكتابتها بخط مرتب، والتزم بالأسطر عند كتابة الأحرف، وقم أيضا بكتابة ما أنا قمت بكتابته باللون الأحمر. فلنبدأ. I would like معناها أنا أرغب أو أود. Please من فضلك. Some بعض. Here you are تفضل. Hungry جائع. Thanks شكرا. Tweet
وكما قلت في السابق أن تويت معناه صوت العصفور الصغير وتسمى سقسقة. I would like, أنا أرغب أو أنا أود. Please, من فضلك. Some, بعض. Here you are, تفضل. Hungry, جائع. Thanks, شكرا. Tweet, سقسقة أي صوت العصفور الصغير أو صوت الطائر الصغير. قم بكتابة الكلمة هذه الكلمات على دفتر المعاني بخط مرتب والتزم بالأسطر عند كتابتها وحاول أن تحفظها وترددها. والآن عليكم يا أبطال أن تتدربوا على هذه الكلمات الموجودة في صفحة 97 صفحة 97. beans, coconut, grapes, lemon, bees, pepper, potato, watermelon. عليك التدريب عليهم إملائيا غيبا حتى تتمكن من حفظهم. وعليك أيضا بنسخ الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الدرس الذي تم أخذه اليوم صفحة 98. إذن يجب عليك أن تتدرب على الكلمات إملائيا غيبا الموجودة في صفحة 97 وأن تقوم بنسخ الفقرة الأولى والفقرة الثانية من الدرس الذي تم أخذه اليوم صفحة 98.